بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم جميعا في المحاضرة اليوم طبعا قبل ما نبدأ الموضوع حبيت أنبه على نقطة واحدة. احنا عادة أي مولود جديد من الأشياء الأساسية اللي لازم كل أب وأم تعرفها هي موضوع التطعيمات. طبعا التطعيمات يمكن لما تكون لمدة مدة طويلة، احنا نتكلم عن شهرين 4 شهور 6 شهور إلى آخره، بعض الأوقات الإنسان يعني يغفل وينسى موعد التطعيمات. وزارة الصحة السعودية وفرت خدمة جدا ممتازة يمكن الدخول لها من خلال الموقع ال www.moh.gov.sa. بعد ما تدخل على الموقع تظهر عندك الصورة هذه، تروح للخدمات الإلكترونية، في عندك هنا خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال، مجرد أنك تضغط عليها بتاخذك إلى خانة ثانية. طبعا هنا يعطيك مقدمة وهي يقول لك أن هذه رسوم الخدمة مجانية، أنت تقدر تنزلها عن طريق الأب ستور والجوجل بلاي، مجرد تضغط على أضغط هنا لبدء الخدمة. هو كل المطلوب منك بعض البيانات الرئيسية، في النهاية هي طبعا إما عندك بواسطة الرسائل النصية أو بواسطة البريد الإلكتروني، تدخل رقم جوالك تضغط التالي، فيطلب منك هو تاريخ ميلاد الطفل إلى آخره. فالنتيجة في النهاية أن قبل موعد التطعيم هو بيرجي لك رسالة على الجوال يقول لك تذكر ترى عندك تطعيم مثلا الأسبوع القادم. هني في شيء تقني نلاحظ ننتبه إليه، أن قد الرسالة تكون مختلفة قليلا عن موعد التطعيمات في المركز الصحي، لأن التطعيمات الأساسية للأطفال إحنا ناخذها في نعطيها أطفالنا في مراكز الرعاية الأولية، أو إحنا دارج إحنا نسميها المستوصفات إلى آخره، لكن هو مركز الرعاية الأولية. هناك هم عندهم جداول، بعض المراكز تحدد أيام محددة لكل تطعيم، بمعنى أن تطعيم الشهرين مثلا يكون يوم الأحد من كل أسبوع، تطعيم السنة ونص يكون يوم الخميس من كل أسبوع. فهنا أنت المركز اللي بتروح له عليك تعرف طبيعة المركز هذا، هل هو تطعيمات متاحة طول الأيام طول الأسبوع، أو أن هم محددين يوم لكل عدد من التطعيمات، مثلا تطعيمة الشهرين 4 شهور تكون في اليوم الأحد على سبيل المثال. أنت مجرد مع أول تطعيمة بعدين بتلاحظ أنهم يرتبون جداول التطعيمات من الألف إلى الياء، بحيث أنهم بيعطوك موعد أنت تجي على الموعد، هم بتدخل في البداية على الطبيب أو التمريض، بياخذون له القياسات الوزن الطول إلى آخره، يشوفون معدل النمو اللي حقه. في بعض الأسئلة السريعة تدخل على الطبيب أو الطبيبة، تلاحظون هي بتسأل كم سؤال عن حياة الطفل، عن تغذيته، عن نموه، عن سلوكه، وبعدين بتعطيه خفض الحرارة، غالبا إنه هو يشتغل بطريقة إنه خفض حرارة مسكن للآلام. تنصح كلمة تاخذ تعطيه الطفل لمدة يومين وانتهينا بالنسبة للتطعيمات. هذه النقطة الأولى اللي حبيت أتكلم عنها وأنبه عليها، لأن لاحظت أن مجموعة كبيرة من الناس غافل عن هذا الموضوع. النقطة الثانية اللي أبغى أتكلم عنها هي في البداية موجهة للأمهات. إحنا الأمهات عادة نلاحظ أن بعضهم تستخدم حبوب من الحمل. حبوب من الحمل في أنواع كثيرة، هو في الأساس إحنا نقول هل هو مركب، بمعنى أنه هو في نوعين من الهرمونات، أو هو حبوب معتمدة على هرمون واحد، والمركبة فيها أنواع كثيرة. فهنا يعني اللي ناوية هي تاخذ حبوب من الحمل لازم تعرف النوع اللي تاخذه وهل يناسبها او ما يناسبها. طبعا حبوب من الحمل معروف ان فيها مضاعفات كثيرة، معروف ان في بعض الامراض ممنوع ان تاخذها، او في تحذيرات على بعض الامراض. يعني في منطقتنا مثلا معروف ان فقد الدم المنجلي السكل سيل، في تحذيرات على بعض المرضى انهم ما ياخذون بعض الانواع. ولذلك اذا كانت يعني واحدة عندها امراض محددة الأفضل أن تستشير الطبيبة، تقول لها أنا عندي المرض الفلاني، هل أقدر أخذ الحبوب ولا لا؟ كيف الجرعات اللي أخذها؟ لأن الحبوب هذه تجي بأكثر من جرعة. النقطة اللي أحب أنبه عليها بشكل بسيط، أن عادة يعني خلال 6 أسابيع الأولى غير منصوح، بعد الولادة غير منصوح أن هي تأخذ حبوب. يعني خلينا نبسط الموضوع، فيها تفصيل كثير، لكن نقول بالمجمل أول 6 أسابيع هذه غير منصوح أن هي تأخذ حبوب من الحمل. بعض أنواع الحبوب ممنوع تأخذها إذا كان أقل من 6 أشهر من الولادة، وهنا هذا المفترى فيه.
يعني لاحظ عادة يعني أول 40 يوم تكون بيت أهلها الحرمة، وفي النهاية يعني ما بتحتاج تأخذ هذه الحبوب إلى آخره، وبعدين بتبدأ إن هي تأخذ الحبوب. فمن تلاحظ إن بعض أنواع الحبوب ما ينفع تأخذها لمدة 6 أشهر، بعضها لأن تأثر على الأم بدنيا، وبعضها تأثر على إنتاج الحليب. ولذلك نلاحظ إن في كلام على أن بعض أنواع الحبوب من الحمل تقلل إضرار الحليب، إنتاج الحليب، فهذا تصير مشكلة عندنا في موضوع الرضاعة الطبيعية. الآن بندخل إلى موضوع الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية موضوع شوي معقد، خصوصا في الفترة الحالية. يعني في الماضي لاحظنا أن أمهاتنا جزاهم الله خير كانت الرضاعة الطبيعية هي الشيء الموجود. حاليا يعني أغلب الأمهات تكون يعني إما هي ربة بيت فهي تكون متفرغة للطفل، أو إذا كانت طالبة أو موظفة تلاحظ أن يصير عندها مشكلة في موضوع الرضاعة الطبيعية. جزء منهم يقول والله أنا أشفط مثلا الحليب وأعطيه بعدين، أو الأم بتعطيه إياه إلى آخره، أو إنه يشرب حليب أم ثانية. هذه كلها خيارات موجودة، لكن يعني موضوع الرضاعة الطبيعية احنا لازم نفهم حاجة، انه هو موضوع مع انه هو جدا بسيط الى ان الناس جالسة تعقد فيه. ولذلك في دراسات الان تتكلم عن ما هي المفاهيم الخاطئة الموجودة عند الناس عن الرضاعة الطبيعية. طبعا اول شيء احنا نقول معتادين نقول هذه الجملة ان الرضاعة الطبيعية هي عبارة عن رابط بين الطفل وامه. ولذلك ملاحظ ان الامهات اللي ترضع طفلها تلاحظ ان العلاقه بين الام والولد تكون قويه، بعكس الامهات اللي ما رضعت طفلها فتلاحظ ان في علاقه بين الطفل وامه لكنها مش بالعلاقه القويه مقارنه في الامهات اللي رضعوا الطفل. الطفل يحس يعني. بالنسبه حق الرضاعه الطبيعيه الحين المراه تقول هل انا بستفيد شيء؟ يعني الحين المراه ولدت و اوكي عندها حليب في صدرها، الحين لو رضعت الطفل هل هي بتستفيد شيء؟ فنجي للدراسات وش قالت؟ الدراسات طبعا هي تقسم لعدة انواع. بالمجمل قالوا ان اذا الام ارضعت طفلها هي تستفيد ان تقلل احتمالية حدوث عدد من انواع السرطانات لا سمح الله لها. فمثلا انه بيقلل سرطان الثدي، الرحم، المبايض إلى آخره. فنتكلم عن مواضيع جدا حساسة. إضافة إلى هذا بحكم أن الموضوع موضوع السكري الحين يعني منتشر، فلاحظوا حتى أن الأمهات المرضعات يحتاجون لكمية من الأنسولين تكون أقل من غير المرضعات. غير هذا الأم تستفيد أن وزنها يرجع أسرع من الأم الغير المرضع. يعني لو عندنا ثنتين، واحدة مرضع والثانية غير مرضع، المرأة أكيد تهتم بشكلها فتبغى ترجع مثل ما كانت قبل الولادة. دراسات لاحظت أن الأم المرضعة وزنها يرجع أسرع من غيرها، ولذلك هذه علامة إيجابية. يعني هذا الشيء يحبب الأمهات إلى هذا الموضوع. وهنا في موضوع يعني من المفاهيم الخاطئة عند بعض النساء، هي تخاف إذا أرضعت الطفل يعني شكل صدرها يتغير ما يكون مقبول إلى آخره، وهذه تعتبر من المفاهيم الخاطئة، تعتبر من المفاهيم الخاطئة. إذن الحين إذا أرضعت الطفل وش بيستفيد هو؟ نقول صحيح حليب الأم مفيد للطفل، لكن دراسات العلمية إيش قاعدة تقول؟ تقول لك يا طويل العمر ان الطفل يستفيد فوائد قصيرة ويستفيد فوائد طويلة المدى. كيف بيصير؟ طبعا هو الدراسات لاحظوها ان الام اللي ارضعت طفلها لمدة 6 اشهر، اغلب الدراسات العلمية مرتبطة بهذا الموضوع، اللي ارضعت ولدها 6 اشهر، بعضها تكون 4 الى 6 اشهر. فاحنا نقول الام المرضعة للطفل إذا أرضع لمدة من 4 إلى 6 أشهر الطفل يستفيد عدة أمور. وطبعا هذه الدراسات بعضها يعني تتكلم عن أجريت على عدد كبير جدا من الأطفال، يعني تتكلم على أكثر من 30,000 طفل، مش القضية على 2 3 ولا 10 أطفال وانتهينا.
قالوا أن إرضاع الطفل يقلل من حدوث المشاكل التنفسية عند الطفل والشخير. قالوا أن إرضاع الطفل قد يكون عامل قوي جدا لتأخير ظهور أو لعدم ظهور حساسية الصدر بين قوسين الربو اللي نسميه والحساسية بشكل عام. قالوا أكثر من هذا، قالوا الطفل اللي يضع رضاعة طبيعية تقل عنده التهابات صدرية، بمعنى مو كل يوم متزكم، لا تلاحظ تجيله نوبات زكام لكن يكون أقل من الطفل اللي جالس يشرب مرابة. النزلات المعوية عند الطفل اللي يضع رضاعة طبيعية تكون أقل من غيره. وهني لازم ننتبه لنقطة، في الدعايات حق الحليب الصناعي يقولون إن الأفضل إن ترضعي الطفل، ارضعي طفلش رضاعة طبيعية طول اليوم، لكن في الليل أنت تبغين إنه ينام مرتاح وهادئ وكذا، يحط لكم صورة طفل نايم ما شاء الله، وش في الليل أعطيه رضاعة طبيعية، أعطيه رضاعة صناعية. هم هدفهم طبعا هذه الفكرة وراها يعني خبث شوي، إن هم راقبوا عملية الهرمونات كإنتاج الحليب إفراز الحليب، فلاحظوا إن الطفل إذا رضع في الليل الفترة المسائية كل من الحليب الصناعي، هو يبدأ يعني يبدأ الحليب يقل في صدر الأم. هذا واحد. اثنين، الطفل إذا جالس يرضع من الرضاعة الصناعية من المرضعة، عملية الشفط من المرضعة جدا سهل للطفل، ما يتعب، بعكس إذا الطفل جالس يشرب من صدر أمه. ولذلك نلاحظ يعني الطفل إذا جالس يشرب من صدر أمه يعرق، يصير وجهه أحمر، هذا كله طبيعي. ليش؟ لأنه هو جالس يبذل مجهود علشان ياخذ الحليب، وهذا شيء ممتاز جدا للطفل وعضلاته. لكن نلاحظ بالعكس إذا يشرب بالمرضعة ما فيها تعب، لأن الحليب يظهر له بشكل جدا سريع. فهني الحذر من هذه النقطة، أن الرضاعة الطبيعية إذا حابة الأفضل أنها تستمر لحالة طبيعية بدون إضافة حليب صناعي، بدون إضافة حليب صناعي. طبعا في كان عندهم الدراسات بشكل عام كانوا يتكلمون في الغالب على 6 أشهر على أن هي أفضل فترة تكون الطفل ما تعطيه ولا حاجة أصلا، أصلا ولا شيء. 6 شهور الأولى قالوا أن الطفل ما يحتاج إلى أي حاجة ثانية غير حليب أمه، حتى الماء ما يحتاجه، مجرد الحليب من صدر أمه في كل الأشياء اللي يحتاج الطفل لينمو نموا طبيعيا، بلا زيادة شيء يمين ولا زيادة شيء يسار. إيه في بعض الأشياء، مثلا نتكلم الحين عن فيتامين د، بحكم إن الموضة الحين صارت موضة فيتامين د، لا هذا يضاف، يعني الأم اللي جالسة ترضع ولدها بس رضاعة طبيعية إحنا نعطيها فيتامين د، تعطي الطفل يعني فيتامين د 4 قطرات في فمه وانتهينا. لكن هني تنتبه الأم اللي جالسة تعطي ولدها حليب صناعي، الحليب الصناعي الحين صاروا يحطون فيه أشياء إضافية، من ضمن الأشياء الإضافية للحليب هو فيتامين د، ولذلك إذا كان الطفل يأخذ فيتامين د خلاص نقول هذا الطفل ما يحتاج إلى نعطي قطرات فيتامين د، لأنه هو أصلا يأخذه من خلال الحليب. طبعا موضوع المفاهيم الخاطئة عن الرضاعة الطبيعية جدا كثيرة مثل ما قلنا، من أهمها يعني هذه الدراسة كانت في عام تقريبا 2013، أشريناها في منطقتنا هنا، يعني ما نقول إن إحنا جبنا من عالم المريخ، لا هذه دراسة أجريت في منطقتنا هنا. كانوا الفئة العمرية أغلبهم بين 18 و 27 سنة، كانوا أمهات مشاركات، وسوينا لهم اختبار. الاختبار هذا يحدد هل الأمهات هذين عندهم مفاهيم خاطئة عن الرضاعة الطبيعية ولا ما عندهم. انصدمنا صراحة من النتيجة.
طبعا النتيجة كانت جدا فظيعة، لكن خلينا آخذ كم حاجة من الأشياء اللي كانت كمفاهيم منتشرة جدا. يعني أول حاجة تفكر الأم إن هي إذا بدها ترضع ولدها لازم تاكل أكل زيادة ولازم تشرب شراب زيادة، وهذا غلط. الكمية اللي ياخذها الطفل كمية جدا قليلة، فما له داعي إن الأم تزيد كميات اللي قاعد تشربها من الأكل والشرب إلى آخره، ويأثر عليها من جهة سلبية إن وزنها جالس يزداد. الشيء الثاني، تفكر الأمهات بعضهم إن الطفل لازم يرضع من الجهتين، من الثديين، ما يصير إنه من جهة وبعدين جهة ثانية، وهذا مفهوم خاطئ. ليش؟ لأن طبيعة الحليب، سبحان الله، يعني التكوين في الحليب، هو الطفل يشرب في البداية كمية من الحليب يكون فيه يتميز أنه هو يكون جدا سهل إليه. كل ما شرب الزيادة من نفس الثدي، من نفس الصدر، تلاحظ أن المكونات التركيبية للحليب اللي جالس يطلع مختلف عن اللي طلع في البداية. ولذلك احنا ننصح دائما نقول للأمهات خليه يشرب من صدر، إذا خلص، إذا حسيت إن الحليب خلص من الصدر هذا، انقليه إلى الصدر الثاني. انقليه إلى الصدر الثاني. أما إذا هو جالس يشرب وفي كمية، خليه يشرب للنهاية. الحين مثلا من الجهة اليمين، بعد كم ساعة إذا الطفل مثلا جلس من النوم ترضع أي شيء، تعطيه مثلا من الجهة اليسار، ما عندك مشكلة. لكن في نفس الجلسة لا، حاول إنك تخصصين جزء، يعني ثدي واحد وبعدين تنتقلين إلى الثاني. كان واحد من الأسئلة عن هل يحتاج الأم تغسل صدرها قبل ما بالماء يعني أو بالصابون قبل ما ترضع الطفل؟ الجواب كان الغلط، أن قالوا النسوان إيه؟ لا، ما يحتاج، ما يحتاج، تقدرين ترضعين الطفل على طول وما عنده أي مشاكل إن شاء الله. يعني ما هي ضرورة أن لازم تروح الأم تسبح ولا تغسل، هذا كل الكلام ما له داعي. بعض الأمهات تفكر أنها لازم يعني بالدقيقة ترضع ولدها، حددت كل ساعتين، كل ساعتين بالضبط ترضع ولدها، لا، هذا ما له معنى. إذا الطفل شفتيه يحتاج أعطيه، كل نص ساعة، كل ساعة، كل 3 ساعات، كل 100 ساعة، إذا شفتين الطفل احتاج أعطيه، فما له داعي إنه يصير حزم ودقة في متى إعطاء الوقت. هذه كانت جزء من النقاط المطروحة في هذا الموضوع. الشيء الثاني اللي قبل ما أنتقل للموضوع اللي بعده، الرضاعة الطبيعية مشكلتها الكبيرة أن الأمهات ما تعرف كيف الوضعية الصحيحة لإرضاع الطفل. بكل بساطة، في 4 طرق عندنا لإرضاع الطفل، تلاحظوها في الصورة موجودة. كل طريقة مختلفة عن الثانية بناء على وضعية الطفل. الفكرة الرئيسية من كل هذا الموضوع هو أن الأم إذا بغت ترضع طفلها، أن تكون هي مستندة، ما تكون منحنية مثلا على قدام أو منحنية هي على الطفل، لا، هي تكون مستندة مثبتة حالها، والطفل يكون ثابت وضعه زين، وتبدأ ترضع بهذا الشكل. النقطة الثانية المهمة، طبعا هو موضوع فيه تفاصيل كثيرة، لكن حاليا احنا نتكلم عن يعني نقاط عامة كده سريعة. ضروري خصوصا الأمهات الجدد تنتبه إلى أن الطفل لازم يحط فمه، يعني فم الطفل لازم يكون كأنه ماكل الحلمة كاملة، ما يصير أنه بس بداية الحلمة، لا، لازم أن شفايفه تكون مرتبطة بنفس الصدر، فالحلمة كاملة تكون داخل فم الطفل، هو الطفل بعدين بيشرب الحليب براحته. ليش؟ لعدة أسباب. طبعا هو إذا كان بس مجرد بداية الحلمة كانت في فم الطفل، الطفل ما يقدر يسحب الحليب، ما يقدر يشرب، فهنا يتأثر، فالأم تتضايق وهو يتضايق. 2، قد تتألم الأم من هذا الشكل. 3، احنا ما نبغى الطفل يسحب هواء. وهذه تاخذنا للنقطة الثانية، ان بعد ما يخلص الطفل الرضاعة لازم تجشيه، تحطيه على الكتف، تضربي عليه شوية على صدرك كده شوية خفيف خفيف الين هو يتجشى. هذه تفيده بشكل كبير وتخفف من مواضيع طبية كثيرة عملية التجشؤ هذا. هذه بالنسبة إلى موضوع الرضاعة الطبيعية.
النقطة الثانية بالنسبة حق الأكل، الأكل يعني موضوع متعب للأمهات، خصوصا أن تقول والله متى أعطي ولدي أكل، ناس تقول بعد كم يوم أقدر أعطيه المواد الفلانية، والله إحنا دارج عنا نروح نعطيهم تمر، إنه ما ندري إيش. طبيا الكلام يقول إحنا نخاف من موضوع الأكل لأنه قد يسبب حساسية للطفل، قد يسبب حساسية للطفل، ولذلك إحنا نحذر في هذا الموضوع إن إحنا الأكل نبدأ. الكلام كان طبيا على 6 أشهر طالع، يقول قبل 6 أشهر لا تعطي الطفل أي حاجة. على آخر سنة بدأت تطلع دراسات تقول إحنا الأفضل أن نعطي الطفل الأكل من 4 شهور، عادي نبديه، عادي نبديه من 4 شهور طالع، وحتى نقدر نعطيه الأكل مسبب الحساسية مثل الفراولة، فراولة الموز إحنا معروف أنها تسبب حساسية. فإعطاء الطفل الأكل وش اللي يصير؟ أول حاجة طبعا تبدون بنوع واحد، مثلا البطاطا، الباذنجان أو الكوسة، الجزر إلى آخر من الخضروات هذه الموجودة. فعندنا مثلا بطاطا مثل ما قلنا، أو الكوسة أو الجزر إلى آخر. الأفضل أن الأم تعطي الطفل أول مرة كمية جدا قليلة، اليوم الثاني تبدأ تزيد، اليوم الثالث تزيد، اليوم الرابع تزيد، كل 3 4 أيام 5 أيام تضيف بعدين نوع ثاني. يعني بدأت هي بالجزر، خلاص الجزر تحط في بالها أن أول 4 أيام بس بعطي جزر، ما أعطي شيء ثاني غير الجزر. فأول يوم أعطي كمية جدا بسيطة، اليوم الثاني أزيد، اليوم الثالث أزيد، اليوم الرابع أزيد، ما طلعت عندها أعراض حساسية بعدين أبدأ نوع ثاني. نوع ثاني مثلا إحنا بدأنا بالجزر، أعطيت البطاطا، البطاطا نفس الشيء بتستمر عليه لمدة 4 أيام. هني في نقطة، هل هذا عنده حساسية أو عدم تحمل؟ مثلا بعض الأشخاص تلاحظوه إنه بس يشرب الحليب يحس إن بطنه مخربط عليه، قد تسبب الإسهال وقاد غازات. بعض الأشخاص اللي ياخذون بعض الخضروات الورقية ككبار تلاحظ إن عنده غازات، تلاحظ عنده شيء. بعض الأشخاص اللي كثر ياكل تفاح تلاقي عنده غازات. فهذه معناها مش حساسية، معناها عدم تحمل. الجسم أنا ما أتحمل إن أشرب حليب. الحساسية موضوعها شوي مختلف، هي تجي الحساسية إن هي مرتبطة بأعضاء الجسم مختلفة. كيف؟ تلاحظ إن يوم بدأت على نوع من الأكل صار جسمي بقع، يطلع هنا كده بقع في الجسم، هذه علامة من علامات الحساسية. يمكن وجهي ينتفخ أو جسمي ينتفخ، هذه علامة من علامات الحساسية. تلاحظ بلاطمي انتفخت، هذه علامة من علامات الحساسية. تلاحظت بعد يعني عطت قبل ساعتين أكل أو قبل شوي أكل لاحظنا مو قادر يتنفس، هذه علامة من علامات الحساسية الطارئة. هذه خلاص تاخذ الطفل على طول توديه وين؟ طوارئ. فأي طفل تشوفه بداية حياته أعطيته نوع من الأكل بدأ تظهر عنده حبوب، صار عنده انتفاخات، صار 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 إلى آخره، على طول الطوارئ، هذه ما فيها كلام لأن هذه حساسية. لكن نقول والله أنا يوم كان صار عندي إسهال شوي، إسهال وقف عليك على طول؟ يوقف عليه، مجرد يوم واحد وقفت الأمور صارت تمام، هذه عادي ما عندنا مشكلة. وننتبه لنقطة، بعض الأمهات كذا تبغى تصير إن هي ما شاء الله صحية بالكامل، فمن يبدأ ولدها ياكل كل شوي تعطيه فواكه، كل شوي تعطيه خضار، كل شوي فواكه، كل شوي خضار. الفواكه والخضار صحيح إن هي زينة لكن فيها مشكلة، عادة الفواكه والخضار تسبب يعني زيادة حركة الأمعاء، فتلاحظ إن الطفل يسهل يخافون الله يقول يمكن عنده التهاب، عنده نزلة معوية، عنده تسمم. لا هو ما عنده شيء، هو مجرد أنتم مكثرين عليه موضوع الفواكه والخضار، هذا اللي خلى بطنه يتحرك زيادة وصارت عنده إسهال. وهني موضوع بحاجة نتكلم عنه أو نخلي بعد شيء إن شاء الله نتكلم عنه. فهني كنقطة الأكل ننتبه لهذه النقطة، متى نقدر نبدأ؟ أحسن آخر الدراسات من 4 شهور كذا، من يدخل الشهر الرابع تبدأ تعطيه الأكل كل 4 أيام تعطيه نوع. أعطيته نوع جزر بطاطا ما عنده مشاكل، أقدر أخلط الاثنين؟ تقدرين تخلطين الاثنين ما عندك مشكلة، لكن لازم كل نوع تجربيه لحاله، هذه أهم نقطة تعرفيها. في بعض الأشياء إحنا ممنوع نعطيها الطفل، يعني
عندنا العسل، العسل ممنوع تعطيه إذا كان عمره أقل من سنة. خلاص هذا شيء ثابت الحين في الطب، ما في أحد يقول إذا كان عمره أقل من سنة، كل الناس تقول إذا عمره أقل من سنة لا تعطيه عسل. الحليب البقار في كلام هني خلاف، هل هو إذا وصل عمر سنة أو إذا وصل عمر 6 شهور؟ الأفضل يعني أنا ما أعطي رأيي في الموضوع، لكنه ما في خلاف مثلا في موضوع الحليب البقري. الحليب البقري بس نتأكد هنا إذا كان حليب طازج، يعني حالبين البقرة وجايبينها، لازم نغلي غلي زين، لازم نغلي غلي زين ولا ما ينفع. زين ندخل إلى موضوع من أكثر الحالات شيوعا اللي نشوفها عندنا في العيادات، التهاب الجهاز التنفس العلوي، زكام، كحة إلى آخره، هذه كلها من نفس الموضوع، إنفلونزا، نزلة برد، مهما كان اختلاف المسمى هي في النهاية كلها التهاب الجهاز التنفس العلوي. وش اللي يصير فيه؟ تلاحظ الأم أن ولدها صارت عنده شوية سخونة وزكام، وقالت أنه مو قادر يتنفس، يلا يلا يا ويلها، كلمت ولدك بيموت تعب من الطوارئ. اجي الزوج قاعد يطلع فيها، وش فيه؟ قال والله شوي حرارته مرتفعة، وصلت 37.7 وزكام، وشوفوا مو قادر يتنفس اكو بيموت، خلينا نروح الطوارئ. يروحون الطوارئ، الطوارئ مو فاضي ليكم، لان هذه مو حالة طوارئ. الطفل اذا كانت حرارته اقل من 38.2، اقل من 38.2 وعنده زكام وشوية كحة، هذه عادية تقدرون انتم تعالجوها في البيت بكل أريحية. ليش؟ السبب التالي، إذا كان عمر الطفل أقل من 4 سنوات، لو رحتوا للدكتور ما يقدر يعطوا دول كحة لأنه ممنوع، ممنوع طبيا احنا نعطي الطفل دواء الكحة، دواء البلغم إذا كان عمره أقل من 4 سنوات، وفي بعض الأدوية إذا كان أقل من 6 سنوات. فمو تزعلوا على الطبيب إذا رحتون والله ما أعطانا دواء، مو ما أعطاكم دواء لأنه ما يبغى يعطيه، بس لأن هذا الدواء مو زين إله. فهني تنتبهوا أدوية الكحة، أدوية البلغم انتبهوا إليها، مو والله ولدي عندك كحة خلينا نروح الصيدلية عطني دواء كحة حق أطفال، وأخذه ومشى وعطاه ولده، وولده بعدين ضرب عند الجهاز العصبي يقول والله هذا الصيدلي ما يفهم اللي أعطاني إياه. مو الصيدلي اللي ما يفهم، أنت الغلطان. تعرف أول اقرأ في نفس الكرتونة في نفس اللعبة مكتوب لا يصلح للأطفال أقل من 4 سنوات، خلاص ما تعطي ولدك. لا يصلح للأطفال أقل من 6 سنوات، لا تعطي ولدك، انتهينا. إيه الحين في الصيدليات بدأوا يجيبون بعض الأنواع تصلح بعمر سنتين وطالع. فهني ما نقدر احنا نتكلم، إذا الشركة موجود في الصيدلية قال لك إذا عمر سنتين وطالع يقدر يستخدمه، يقدر يستخدمه. إذا الشركة قالت من 4 سنين تكون من 4 سنين، من 6 سنين 6 سنين، هذه واحد. اثنين، لو رحت للدكتور وعطاك فيفادول، عطاك بنادول باراسيتامول، هذا اسم العلمي، فيفادول وبنادول وباندوركس ومئة ألف اسم تجاري، اسم العلمي هو باراسيتامول أو أسيتامينوفين، يعني اللي حسب الموجود. هذا يا طويل العمر الفيفادول والبنادول هو عبارة عن حاجتين، عبارة عن مسكن الآلام، بمعنى الطفل عنده آلام هو يريح الآلام، يريح. الشيء الثاني خافض الحرارة، عنده حرارة هو بينزل حرارة. فلو رحتم للدكتور كان عند ولدكم زكام ولا كحة ولا تعبان شوي أو حرارته مرتفعة شوي، أعطاكم في فادول ولا بنادول وقال لكم يلا توكلوا على الله، لا تطالعوا كذا بنظرة عين، بس هذا احنا جايبين لك وتعطونا في فادول احنا نقدر نشتري. لا، مو لأنه ما يحتاج شيء ثاني غيره، كفاية عليه بس في فادول او بنادول بالجرعات المناسبة على حسب وزنه او على حسب عمره اكثر من الكفاية للحالات هذه. زين عندي زكام ما شو نسوي له؟ عندي زكام تقدر تحطون عليه بخار، بخار الماي ينفعله، بس انتبهوا اذا بتستخدموا سخانة الماي لا تحطونه في وجه بخار حار، لا تسبوا الحروق في الوجه، فانتبهوا لهذه النقطة رحم الله والديكم. إذا كان عن التهابات حلق، عن الزكام استخدموا لقطرات الملحية للأنف، حطوا له شوية بخار وانتهينا.
عند كحة قلنا ما في أدوية كحة حق الأطفال، الرضع ولا الحديثي الولادة. وتقول لي وش معنى حديثي الولادة؟ احنا في الطب إذا كان الطفل عمره أقل من شهر نسميه حديثي ولا حديث ولادة، إذا كان من شهر إلى سنة نسميه رضيع. فإذا سألكم ولدكم حديث ولادة وعمره شهرين يقولوا لا احنا ولدنا رضيع، إذا أقل من شهر، شهر وأقل يعني أقل من 30 يوم، قولوا إيه ولدنا حديث ولادة. فحديث الولادة والرضيع تحط لك أطراف ملحية ما عندك مشكلة في الخشب. عند صخونة وش نسوي له؟ عند صخونة تعطوه شيء سكن عليه الحرارة وتحطوه عليه كمادات. زي كمادات نستخدم وش نوع الماي؟ ماي عادي من الولف. شغلوا الولف، حطوا شوية ماي، حطوا عليه، حط عليه ثلج. لما تحط عليه ثلج ليش ما تحطون عليه ثلج ولا ماي مرة بارد؟ لأن الثلج والماي اللي مرة بارد وش يسبب؟ تون إذا لمستم وتشعرون إن سرعتكم زي الرعشة كده في الجسم، دخلت الحمام في الشتاء وطلع عليك الماء بتحس جسمك كده ينتفض. النفضة هذه ترفع الحرارة. فتخيل انتين جالسة تحطين على ورش ثلج ولا كمادات ثلجة، أكيد هو بيسرع النفضة، النفضة بتولد حرارة، ولدت الحرارة رفعت حرارة جسمه، ما استفدنا شيء. حط عليه كمادات عادية على رأسه، على أبطين، في الفخذين، ما عندش مشكلة. سبحيه، ما عندش مشكلة. بس لا تكثرين الثياب عليه. مو تقولين ولدي مسكين متسخن وأروح أغطيه ب100,000 كمبل، لا ما له داعي ولا شرشف. حط عليه حاجة خفيفة طبيعية وانتهينا، الحمد لله رب العالمين. تقول لي زين، أوقات بعض اليهال اللي لاحظهم عينهم تحمر، طبيعي ده؟ إي طبيعي. إحنا التهابات الجهاز التنفس العلوي وش السبب؟ أوقات تظهر عندنا كده واحد مجرد بس حرارة وعنده زكام، أوقات مع كحة سواء بلغم أو بدون بلغم، أوقات يصير عنده حتى مشاكل في إذنه. ولذلك إحنا إذا الطفل جلينا بالحالة هذه وخصوصا عطينا خفض حرارة وما رفع معاه، هذا إحنا بعد نفكر في الإذن، نفكر في التهابات العين، نفكر في أشياء كثيرة. لكن إذا كان، خذوا قاعدة، إذا كانت الحرارة أقل من 38.2 وعندك كحة وزكام، هو إن شاء الله خير. كم بتطول إياه؟ يوم؟ لا. يومين؟ لا. يمكن تطول مع أسبوع، أسبوعين، أسبوع أسبوعين. إذا ما عنده حرارة أموره تمام، إذا بس كحة، بس كحة يعني الطفل صارت عنده حرارة، صار عنده زكام وتعبان وعطيناه الباراسيتامول هذا وأموره صارت زينة الحمد لله، بس باقي الكحة مستمرة وياه، نودي الدكتور؟ لا، الدكتور ما بيسوي لنا شيء. إذا الكحة استمرت أسبوع أسبوعين وثلاثة ما عندكم أي مشكلة، إلى شهر حتى بعضهم يقولون، يعني يتكلمون لو استمرت الكحة شهر كامل إن شاء الله ما عندنا مشكلة. لكن إحنا نكون حذري، عندنا أسبوعين، إذا زالت عند أسبوعين أي أعراض الأفضل نتروحين الطبيب. أفضل أخدي ولدش أو بنتش ودي الدكتور إذا زالت عن أسبوعين، حتى لو حرارة شوي. حتى لو حرارة شوي إحدى الحرارة تقعد 3-4-5 أيام، تستمر أكثر من 5 أيام لا يمكن في عنده مشكلة، فيحتاج أن الطبيب يفحصه ويشوف. ولا تعطي هذا في فادول بنادول وتروح عند الدكتور، لا ما ينفع. انا اشوف ناس واجد يقول متى اخر ما اعطيته؟ قال اعطيناه قبل شوي، قبل ساعه. زين اذا اعطيته قبل ساعه وجيت انا بقيس حرارته، حرارته تطلع عندي غلط، فلا تعطيه قبل ما تجيب المركز. مثلا تبغى تعطيه يعني في نهايه الليل او في الفجر ارتفع حرارته والمركز يفتح بعد 4 ساعات، يعطيه شيء يسكن عليه الالام يريح شوي. اذا انت ودي الدكتور ما عندك مشكله، لكن تعطيه وتروح الدكتور ما ينفع على طول. خلاص تودي الدكتور وبيشوفوه يفحصوه يشيكون على حرارته ويحطوا العلاج المناسب، الا اذا طبعا انتين عند الجهاز حراره قستين الحراره سجلها في ورقه واعطيه خافض الحراره وروح الدكتور والله قولي حرارتك كانت 37.9، اعطيته اياه والطبيب بيشوف كم ساعه من اعطيته الدواء يعرف يقول لا هذا زين قاعد يتحسن عن خافض الحراره. نشوف الموضوع اللي بعده، النزلات المعوية. الجيل تقول والله ولدي عنده اسهال. زين وش معنى اسهال؟ والله اليوم وسخ مرتين، اليوم غيرتيني مرتين، هذا مو اسهال،
هذا امساك احنا نسميه. اذا كان الطفل الرضيع يعني حديث الولاده، خلينا نتكلم عن حديث الولاده في اول شهر، عادي انه يصير تغيري الحفاضه 5 7 مرات، هذا اذا كان يرضع رضاعه طبيعيه. لان الرضاعه الطبيعيه تطرد البكتيريا من الجسم، فتقلل حدوث نزلات المعويه لهذا السبب. وهذا من اهميه الرضاعه الطبيعيه. مو هي ميزان، لا هي زين حق الطفل، كل شوي بنغير حفاضه، اي كل شوي غيري الحفاضه ما عندي مشكله، بس اهم شيء الطفل انه ما يصيبه مشاكل في جهازه الهضمي. الحين نقول حديث الولادة إذا كان أقل من 3 مرات في اليوم إحنا نسميه إمساك. إذا زاد عن 7 مرات في اليوم سميناه صهال. بينهم ما عندنا مشكلة. أما الأم اللي ترضع ولدها رضاعة صناعية، لا الموضوع مختلف، لأن الرضاعة الصناعية هي تسبب إمساك. تلاحظ أغلب الأطفال يرضعون رضاعة طبيعية تقول والله يمكن أغير له مرة في اليوم، يمكن ما أغير له حتى، وكل يشكلنا بطنه منتفخ أحسه، وكل يصيح. إيه هذا كله بسبب الرضاعة الصناعية. وش تسوين إذا أنت استخدمتي النوع بدي يصير عنده مساك؟ لاحظ إنه ما جالس يطلع براز، أو براز يكون صار على طول، غير النوع لنوع ثاني. بس هنعطيه شيء يسبب اسهال؟ مو هني بعض الناس غريبين يقول ما انا عندي امساك، انا اروح اخذ من الصيدليه حليب يسبب اسهال. ليش تاخذ حليب يسبب اسهال؟ لا 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 تسوي له شيء، مجرد تغير النوع الى نوع ثاني وانتهينا. هل في نوع احسن من نوع؟ لكنهم سواسيه، في اختلافات بسيطه بين الانواع، بس في النهايه كلهم سواسيه، يعني الفروق ما تسوى بين الانواع. فهني تنتبه لهذا النوع، لو ولد على رضاعة صناعية وشفتي انه يتبرز اقل من 2 3 مرات في اليوم، الافضل ان تغيرينه من نوع هذا لنوع ثاني. الام اللي ترضع ولدها رضاعة طبيعية الى 7 مرات طبيعي، لا تخافين، هذا عادي. اكثر من 7 مرات في مشكلة يمكن، فهني يحتاج نفحصه. ولا تتأخرون على الطفل اذا كان ترضعي رضاعة طبيعية وتلاحظين انه ما جالس يوصخ يوم يومين ثلاثة، لا هذا مو لعب، هذا تاخذيه توديه الدكتور. وين توديه؟ ودي مركز الرعاية الأولية في البداية. الطبيب هناك بيفحصه وبيسألش أسئلة وبيعقد الدنيا شوي وبيكتب لش تحويل بيعطيش حق أطفال إذا كان يحتاج. إذا كانت أمور عادية بقولش أمور عادية، فلازم الطبيب يفحصه خلاص. وش اللي بيصير؟ بيصير أشياء واجد. لو كان عنده امساك يمكن لا سمح الله عنده مشاكل في الجهاز الهضمي، بعضهم يسووا له اشعه، بيسووا له شيء، بيسووا له فحوصات عشان يطمئنوا. فهني تنتبهين لهذه النقطه. لكن مو تجي واحده والله ترضع ولدها رضاعه طبيعيه، اليوم يوصخ 2 وبكره يوصخ 5، ودي الدكتور الله اعطوني تحويل اعطوني اشعه. حق وش تبغون تحويل اشعه؟ ولش طبيعي؟ طبيعي. ومن يكبر شوي تبدا بطني يمسك شوي، يعني من يخلص من 30 يوم بطني يبدأ يمسك، فتلاحظين إنه يبدأ يقل معاه عدد مرات اللي تغيري له الحفاضة، لأن بطنه خلاص الحين بدت لمعاه يتحكم فيها شوي شوي وتبدأ تتصلب عنده. في البداية تلاحظين إنه هو صار. هني لازم نفرق الحين قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعد بين حاجتين، بين نزلة معوية وتسمم غذائي. لا تروح عند دكتور وتقول ولدي عنده تسمم غذائي وانت ما تعرفين ايش معنى تسمم غذائي، ولا تقولين ولدي عنده نزله معويه وانت ما تعرفين ايش معنى نزله معويه. نزله معويه قد تاتي بامساك، وقد تاتي ب قد تاتي باسهال، عذرا، قد النزله المعويه قد تاتي باسهال وقد تاتي بترجيع، تطريش، بزور. اي واحده من هالاشياء هذه الثنتين قد يكون هي نزله معويه. النزلات المعويه عاده ما تكون فيها حراره، ما يكون فيها آلام شديدة في البطن، يعني آلام خفيفة متحمل. لكن التسمم الغذائي لا، نلاحظ أن الواحد الطفل يكون يعني بالعامية كده نقول حالته حالة صاير، وتلاحظ أن حرارته بدأت ترتفع فوق، تعطي خفض حرارة وحرارته فوق، وسهال. الإسهال يمكن يكون فيه مخاط، يمكن يكون فيه دم لا سمح الله، وتكون ريحته كريهة. هذه علامات تسمم غذائي. لكن مجرد لأن ماي أكثر من مرة دخل الحمام، لا هذا إحنا ما نسميه تسمم، هذا احنا نطلق عليها نزلة معوية. مقص الرضع،
لاحظ بعض الأمهات تقول ولدي في بلا في مشكلة، ويقول لها يلا أعطيها أنسون، أعطيه ما أدري إيش، أعطيها الشكل، أعطيها الشكل، وتروح تأخذ الأدوية من المركز أو من الصيدلية. إحنا نلاحظ مغص الرضع عبارة عن مرض طبي، حالة طبية. يقولون إن الطفل طبيعي، يرضع طبيعي، أموره تمام، جسمه زين، وما يشوفيه ما تشوفيه إلا بده يصيح صياح، مو طبيعته هذه. صياحه يكون يستمر أكثر من 3 ساعات في اليوم، أكثر من 3 أيام في الأسبوع، لمدة 3 أسابيع على الأقل. يعني ما ينفع والله 3 ساعات صاح اليوم وديت الدكتور والله ولدي عنده مغص تعالوا اعطوه علاجات ودنيا، لا لا ما له داعي. فلازم يكون عنده أكثر من 3 ساعات، لأكثر من 3 أيام في الأسبوع، لأكثر 3 أسابيع وأكثر. ويبدأ عادة في البداية، بداية الأسابيع يبدأ يصيح ويسكت خلاص على عمر 4 5 شهور. طبيا هل نقدر نسوي له شيء؟ نقول أول حاجة الوقاية خير من العلاج. كيف؟ يا أم انتبهي لأكلش، الحليب مو زين، الأشياء اللي فيها كافيين مي زينة، أما شوكولاتات وقهوة إلى آخره ما ينفع، لأن هذه تؤذي الطفل، هذه تؤذي الطفل وتزيد من حالته سوء، ولذلك حاولي تنتبهين لهذا الموضوع. 2، وضعية الطفل، حاولي ترفعين الطفل شوي، لا تخليه منسد على واسمه على الرضاعة، وارجعوا إلى الحالات الأربع اللي تكلمنا عنها، وحطوه بوضعية شوي فوق إنه يكون راسه، ما يكون مستدح، ما يكون أفقي، لا يكون مرتفع شوي. توقف عن التدخين، التين تدخنين، أبوه يدخن، سواء كان السجاير ولا معسل ما تنفع، هذا تزيد من حالة الطفل. والتجشع جدا مهم، حطيه على كتفك شوي، تضربي عليه على خفيف كده، والطفل ياخذ حنان ومن ضمنها يتجشع. هل يمكن يطلع معاه حليب؟ خليه يطلع معاه حليب، ما عنده أي مشكلة، خليه ياخذ راحته. وهذه كلها تحسن من الحالة. هل في أدوية تنفع حق مغص الرضاع؟ ما في، ما في عندنا أدوية تنفع حق مغص الرضاع. في قالوا الحين في بعض الأنواع تنفع حق الأطفال اللي أعمارهم على يعني تنفع حق أعمارهم كده من 4 شهور، لكن مشكلتها إن هي تسبب مشاكل في الجهاز العصبي، ولذلك يعني طبيا ما ينصحون أحد ياخذ هذه الأدوية. الترجيع، احنا قالت لنا انا ولدي عنده ترجيع، عنده تطريش، عنده زور، هل اخذ الدكتور؟ اذا التطريش بسيط ما عنده حراره امور تمام، لكن اذا كان عنده تطريش مع الامور التاليه، قاعد يرجع وعنده حراره، هذا واحد، لاحظتين ان وزنه قاعد يقل، يطرش 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 وزنه قاعد يقل. 2، الام في البطن، حديث الولادة ما بتعرفين إن عنده آلام في البطن، لكن إذا الولد بده يصير عمره شوي كبير بتنتبهي لهذه النقطة. إذا كان رضيع انتبهي، وأنت جالسة تلمسين بطنه، إذا حسيتين إن بطنه خفيف أموره، يعني قصدي إذا حسيتين بطنه في حاجة في كتلة كده في الجسم في بطنه، هذه تاخذي الدكتور. إذا حسيتين الطفل بده يصير خامل كسلان، تقولي ولدي مو ولدي صاير، يعني مو على وضعه، مو طبيعته، كله خامل، كله كسلان، هذه علامات لازم تحتاج توديه الدكتور. الجفاف، كيف تعرفين ان ولدك عنده جفاف؟ نقول احنا الجفاف نعرفه من عدة اشياء، احنا نشوف فمه، اذا فمه فيه لعاب اموره تمام، لكن لو ما فيه لعاب معناه عنده جفاف. 2، اذا كان يصيح كان بدموع، الحين صار يصيح بدون دموع، هذا معناه عنده جفاف. في بعض طريقة تمسكين جلده، إذا مسكتين جلد البطن مو على طول إنه يرجع مثل طبيعته، يعني كذا ماسكتين بصبعين سحبتي شوي تلاحظين، بس مجرد تشيلين يدش جسمه على طول يرجع طبيعي. لا، هذا الولد الحين مع التطريش اللي عنده أو مع الإسهال حتى نفس الموضوع، تلاحظين إن جسمه ما قاعد يرجع على طول، هذه معناها علامة من علامات الجفاف، هذه علامة من علامات الجفاف، والجفاف مستوياته مراحل، بس الأفضل إن تاخذيه وتوديه على طول. سؤال، هل يحتاج نعطيه محلول الجفاف؟
إذا كان الطفل عمره 6 شهور طالع يشرب عصيرات، يشرب ماي، ما يحتاج محلول الجفاف. يعني عصير التفاح بالنسبة إليه كفاية إنه هو يعوض السوائل اللي فقدها من خلال التطريش أو من خلال الإسهال. لا، إذا كان الطفل ما يرضع، أو ما قصدي ما يشرب عصيرات بعد ما ندخل له المرحلة، تقدر تستخدمين معاه المحلول الملحي، المحلول التعويضي، السوائل التعويضية، والجرحين يعني على برتقال، على ليمون، على غيره، موجودة في المراكز يعطوها حق الأطفال. ولذلك انتبهي لهذه النقطة، تحدديني متى بناء على عمره، بناء على حياته إلى آخره. هذا اليوم تصور ان خلصنا، يعني وصلنا للنهاية. هي الفكرة من وراء المحاضرة اليوم، احنا ننبه على بعض النقاط اللي تجول كده في ذهن الأمهات والآباء. هذه المحاضرة حق الأم وحق الأب، مو بس الأم. في النهاية الأم أوقات تغفل عن شيء قلبها يعورها على ولدها، والله تقول صحيح وما يصير، بس لكن ولدي أبغى أروح أبغى أجي. فهي يجي الزوج، والله ما عليه، خلينا ننتظر شوية، خلينا نصبر شوية، يهديها، يطمنها، يمسح عليها. فهي الأم ترتاح وأمور إن شاء الله تصير تمام التمام. أنا خلصت الآن. طبعا إن شاء الله إذا الله وفق وعجبتكم المحاضرة، عجبكم الأسلوب، وحابين نواصل في موضوع المحاضرات هالشكل، إن شاء الله بالخدمة بالخدمة ومن عيون إن شاء الله، ونقدر كل أسبوع كده نسوي لنا يوم يومين نطرح عدد من المواضيع المختلفة، سواء كانت مرتبطة بالأم، بالطفل، بالأب، بمختلف التخصصات العامة. إذا كانت مواضيع عامة نتكلم عنها، أما إذا كانت مواضيع تخصصية فهذا نتركها لأصحابها، كل واحد يتكلم بتخصص يكون أفضل. لكن المواضيع العامة هذه إن شاء الله ما نقصر معاكم فيها. طبعا المحاضرة هذه الآن مرفوعة في اليوتيوب، وإذا كان عندكم أسئلة، عندكم اقتراحات، عندكم استفسارات، اكتبوها وإن شاء الله أجيب عليها في الوقت المتاح لنا. ونلقاكم على خير إن شاء الله، وفي أمان الله.